السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوف فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الملاقية. هاد الملاقية مهمة بزاف للأخوات المبتدئات اللي يلاه غاديين يبداو يتعلموا الجوزة. فهاد الملاقية هادي غادي تنفعكم بزاف لأن فيها طريقة كيفاش تفتحوا هادوك العوينات اللي تيكونوا وسط اللي غادي يعاونوكم فاش تكونوا خدامين في الجوزة. المهم اول حاجة غادا تثبتي الخيط في الثوب ومن بعد تعاودي ترجعي ديري هاد الغرزة هادي. المهم هادي احسن بداية ممكن تبداي بها الملاقي. فغادي نعاود نرجع هنا في هاد الغرزة ومن بعد كنخلي الخيط لتحت ونمشي لهاد الغرزة هادي. والان غادي نخدم على على الثوب بطبيعة الحال. انا هنا بغيت غير جوج ديال الغرزات. من بعد ما كديري هاد الضربه هذه اللي كتثبتي بها الخيط في الثوب كتخلي الخيط الفوق وتعاودي ترجعي في هاد الغرزه. هذه هي الغرزه الثانيه وكتجري الخيط بهذا الشكل. الان غادي نهبطوا الخيط لتحت وتحاولي تخدمي واحد ضربه في الثوب بهذه الطريقه. الان ولو عندنا جوج ديال الغرازي الخيط تبقى الفوق وكتعاودي تخدمي الغرزه الاولى ومن بعد الغرزه الثانيه بهذا الشكل. والان الخيط كيبقى الفوق وكتخدمي على الثوب. هنا لاحظوا معايا عندي ثلاثة ديال الغرزات او ثلاثة الضربات في الثوب لتحت وجوج الفوق. فكنخلي الغرزة الاولى وكنخدمو في الغرزة الثانية باش تعطينا هذيك العوينة اللي كتكون هاد العين. هادي العين مهمة بزاف في المرحلة اللي غاديين تبداو تعلموا فيها الجوزة فغادا تنفعكم هاد الملاقية هادي بزاف. الان من بعد ما كتبتي الخيط في الثوب يعني تعاودي ترجعي لهاد الفراغ او هاد العين هادي وتعمري جوج ديال الغرزات. ضروري خاصك تعاودي ترجعي نفس عدد الغرز اللي كيكونوا عندك في الاصل. من بعد غادا تخدمي عادي. دابا غادي نخدموا هاد الضربة هادي في الثوب وغادي نهبط الخيط لتحت ونعاود نرجع نخدم الغرزة الاولى والغرزة الثانية. من بعد كتهبط الخيط لتحت وغادي ترجعي تطلعي هنايا للثوب. والان غادي نعاودو نخدمو هنا جوج ديال الغرزات. بطبيعة الحال نتوما هنا يعني كيكون عندكم حرية الاختيار. اللي بغات دير نفس المسافة اللي انا غادي نخدمها ممكن، اللي بغات دير مسافة اكبر او اقل فداك الشيء كيبقى اختياري. المهم دابا هنا خدمنا جوج ديال الغريزات وغادي نخليو الخيط الفوق وترجعي تثبتي الخيط في الثوب. الان كتهبطي الخيط لتحت وتخلي الغرزة الاولى وتخدمي في الغرزة الثانية باش تعطيك هاد العين هادي. ودابا الخيط كيبقى لتحت وكتعاودي ترجعي تثبتي الخيط في الثوب بهذا الشكل. من بعد غادي نعاودو نعمرو هاد الخيط هذا او هاد العين. خاصكم ضروري تعاودو تخدمو جوج ديال الغرزات. من بعد غادي تعاودي ترجعي تخدمي هنا وديري هاد الضريبه هادي. دابا كتهبطي الخيط لتحت وتعاودي ترجعي تعمري الغرزه الاولى والغرزه الثانيه. من بعد كتهبطي الخيط لتحت وتعاودي ديري هاد الضربه هادي في الثوب. Thank you.
كنتمنى ان هاد الملاقي هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهاد الملاقي كيف ما سبق ليا وقلت لكم مهمه بزاف الاخوات المبتدئات اللي يلا غادي نتعلموا الجوزه، فهاد الملاقي راه غادي تنفعكم بزاف. حاولوا انكم تعلموا ليها هي الاولى، عاد ننتقلوا للجوزه او الجاكار ولا هذوك الخدمات اللي كيكونوا كبار، فبداو بهاد الملاقيات اللي تيكونوا غير صغار. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.